نروح لي أخبار النادي الاهلي النادي الاهلي زيه زي زي ناس كتيره مش قادر يحكم على ريكاردو سواريش يعني برضو ريكاردو سواريش ما قالكش انا مدرب جيد ولا قالك انا مدرب وحش ما فيش انه الظروف مش مخلاك تعرف تقيم عشان كده النادي الاهلي لما سال في هذا الامر او لما تناقش في هذا الامر قال مستقبل سواريش نتكلم فيه بعد نهايه الموسم مش هنتكلم فيه دلوقتي يعني لو الاهلي فكر انه يفسخ تعاقد مع سواريش ولا حاجه ممكن يحصل ولكن في نهايه الموسم لا على فرض انه اتحط على الترابيزه الكلام ده بس الكلام ده مش موجود حتى هذه اللحظه يعني مفيش مشاين لسواريش يعني مش لو المباراه الجايه الاهلي يعلن رحيل سواريش لا مش هيحصل قبل نهايه الموسم ده لو فرضا الاهلي اقتنع ان الراجل مستقبل النادي الاهلي معاه مش هيبقى كبير دي حكايه سواريش عشان برضه الناس كلها بتسال لا هيمشي ولا مش هيمشي نهاية الموسم؟ هيمشي ولا مش هيمشي نهاية الموسم؟ هي الحكاية إن كرة القدم بالكامل راحت نهاية الموسم لشركة كرة القدم، فشركة كرة القدم في النادي الأهلي ممكن يكون ليها وجهة نظر أخرى تقول لك أنا عايز أجيب مدرب اسم كبير، ممكن لو كان مجلس الإدارة اللي بيختار، دلوقتي شركة كرة القدم برئاسة ياسين منصور هي اللي بتختار، ممكن يقول لك لا والله احنا هنختار مدرب تاني ومدرب كبير، احنا اللي بندير الكورة واحنا اللي شايفين الفريق هيمشي بمدرب غير سواريش، ممكن يقول لك لا سواريش ما خدش فرصة فيكمل سواريش ونشوفه لما تبقى الأمور جيدة بالنسبة له أو اللاعبين جاهزين عنده قوام كويس للفريق نشوفه ساعتها وبعد كده نقيمه، ده مطروح وده مطروح، ده فيما يخص مستقبل ريكاردو سواريش مع النادي الأهلي.